بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونؤمن بك إيمان الموقنين، ونشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته إلى العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الليلة المباركة من خلال هذه الأمسية الطيبة التي نقدمها لحضراتكم من خلال بث مباشر في صفحة وزارة الأوقاف، ومن هذا المسجد العامر، مسجد سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه بمنطقة المقطم بالقاهرة. نلتقي وإياكم في ليلة وفي أسبوع ثقافي جديد، هكذا تمضي رسالة وزارة الأوقاف التي تقدم لنا كل أسبوع جديدا من الموضوعات التي تهم المواطن على أرض الواقع. والموضوع الذي نحن بصدده موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو الفتوى الإلكترونية وضوابطها. والحقيقة أن هذا الموضوع يأتي متزامنا مع مؤتمر تعد له وزارة الأوقاف برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وستنطلق فعالياته الأسبوع القادم تحديدا السبت بإذن الله تعالى. إنه مؤتمر عالمي يتناول هذا الموضوع المهم، ولكنه من زاوية أخرى، ألا وهو عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. والمعروف أن الفتوى لها ضوابطها، سواء كانت مشافهة من المستفتي إلى المفتي كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يستفتونه صلوات الله وسلامه عليه فيفتيه، ثم كان التابعون يستفتون الصحابة فيفتونهم أيضا، وتستمر رحلة الإفتاء عبر الأيام والأزمان إلى أن تصل إلى واقعنا المعيش هذا. فكانت هناك الفتوى عبر الإذاعة والفترة، والفتوى عبر التلفزيون، ثم عبر الشبكة العنكبوتية، ثم بعد ذلك ما يفترض في المستقبل أن تكون عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. الفتوى لها ضوابطها ولها أهلها أيضا، ذلك لأننا نرى كثيرا من المدعين الذين ينصبون أنفسهم أنهم علماء يفتون الناس بما لا يعلمون. والحقيقة أن الفتوى لها أهلها الذين نؤمن برسالتهم والذين نؤمن بعلمهم، إنهم أبناء مصر الذين درسوا في الأزهر الشريف وتوزعوا في مؤسساتنا الدينية، سواء في الأزهر نفسه أو في وزارة الأوقاف أو في دار الإفتاء. والذي يتصدى للإفتاء لا بد وأن يكون له آلياته وأدواته، يمتلك اللغة ويمتلك حفظا لكتاب الله تجويدا ومعرفة بأسباب تنزيله، ويمتلك اللغة نحوا وصرفا وبلاغة إلى غير ذلك، ثم يعرف أسباب التنزيل ومقاصد الشريعة، وهذه أمور يعرفها الفقهاء.
ونحن الآن بين عالمين من علمائنا الذين سوف يوضحون لنا أمورا كثيرة تتعلق بالفتوى الإلكترونية وضوابطها. معنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، وبعد قليل سوف يصل إلينا بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. وبداية أود أن أتقدم بالتحية لحضراتكم جميعا، ثم السادة علماء وزارة الأوقاف، الأستاذ الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، الدكتور سعيد عبد الرحمن مدير شؤون القرآن الكريم، والدكتور أسامة إسماعيل مدير الأوقاف بالمقطم، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الفتاح مفتش المساجد، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن شلش إمام المسجد. نرحب بحضراتكم جميعا ونبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لتقليد طيب تعودنا عليه من معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف معالي الدكتور محمد مختار جمعة. وحسناً أن يكون اللقاء في تلك الليلة نحو هذا الموضوع الهام في حياة الناس جميعاً. ولقد أضحت القنوات الفضائية حقيقة واقعة دخلت البيوت دون استئذان وتجاوزت حدود الأقاليم والبلدان، حتى شملت في برامجها الصغير والكبير والذكر والأنثى من بني الإنسان. هذه الحقيقة بذاتها وواقعها تعد من أكبر النوازل المعاصرة التي تشكل تحدياً إعلامياً كبيراً لا يمكن تجاهله ولا التغافل عن أثره وتأثيراته على الجيل الحاضر والأجيال القادمة على حد سواء. وذلك لأن هذه القنوات التي ازدادت على 1000 قناة تحتوي على عالم بل عوالم من المادة المبثوثة التي تصطاد المشاهد وتشده للمتابعة. وسنتناول جانبا واحدا من الجوانب التي اهتمت بها الكثير من القنوات الفضائية بدافع خدمة الإسلام من قبل هذه القنوات ولخدمة الجمهور وتلبية لطلباتهم من قبل القنوات المتعددة إلى غير ذلك من المقاصد. هذا الجانب هو إفراد برنامج خاص للفتوى يوجه للمشاهدين والمستمعين الذين يتلقون البث من أي مكان في العالم. فإذا كان المستفتي في السابق يحتاج إلى الذهاب للمفتي
في مكانه المخصص له، ففي عصر الفضائيات لا يحتاج إلا إلى الجلوس أمام التلفاز وإدارة قرص أو الضغط على أزرار جهاز الهاتف ليتصل بالمستضاف للفتوى. هذه المسألة في ظاهر أمرها ولا شك في ذلك فيها خير كثير وفائدة، بل فوائد كثيرة، ولكنها مع ذلك قد أفرزت بعض السلبيات والمشكلات التي تستدعي التدخل للتنظيم والضبط لئلا نسيء من حيث لا ندري، ولئلا تستغل هذه البرامج لمقاصد غير مشروعة، وعلى أقل تقدير للتبصر بأحكام وضوابط هذا العمل الإعلامي الشرعي الذي أصبحت له خصوصية تستدعي التوقف لتقييم مسيرته ووزنها بميزان الشرع من خلال نتائج التطبيق. ومع ظهور كثير من النوازل والمستجدات المستحدثة في عصرنا الحاضر وحاجة الناس إلى معرفة الحكم الشرعي لها، أخذ الناس يعتمدون على هذه الشبكة في الفتوى والاستفتاء. ومن المعلوم أن للإفتاء منزلة عظيمة، إذ يتوقف عليها معرفة الحلال والحرام، وحاجة الناس إلى المفتين أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما يرى ابن القيم عندما يصف تلك النخبة بقوله: هم بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فهل يمكن اعتبار الإفتاء عبر الإنترنت من وسائل الإفتاء الجائزة استنادا على قاعدة التيسير على الناس ودفع الحرج عنهم؟ وما هي طريقة ضوابط الإفتاء عبر الإنترنت؟ قبل أن نتطرق إلى بيان الضوابط، لابد أن نعطي فكرة مختصرة عن معنى الفتوى الإلكترونية والأهمية والخطورة لتلك الفتوى، ثم الضوابط. مفهوم الفتوى الإلكترونية أو الفتوى الفضائية: من المعلوم بداهة لدى علماء أصول الفقه أن الفتوى تتمثل بتبيين الحكم الشرعي في المسائل والواقعات الحادثة، ولقد سبق القول بعدة تعريفات للفتوى بصفة عامة، منها على سبيل المثال أنها بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه. ولا شك أن المتبادر إلى الذهن أن الفتوى عبر الفضائيات لا تختلف كثيرا عن الفتوى التي تصدر عن المفتي من مكتبه أو من داره مثلا. هذا المفهوم له جانب كبير من الصواب، ولكن مع ذلك هناك عدة فوارق بين النوعين: الفتوى الفضائية والفتوى العادية المباشرة. من أهم تلك الفوارق أن المطلع على الفتوى المباشرة من خلال الدار، دار الإفتاء أو المسجد أو المكتب المعد لذلك، إنما هو المستفتي فقط أو العدد القليل جدا ممن يكون
قد وجدوا إبانة إصدار تلك الفتوى. أما الفتوى الفضائية فلسوف تسمع من آلاف بل ملايين من البشر الصغار والكبار، المسلم وغير المسلم، الجاهل والمتعلم، الرجل والمرأة. أيضا من الفوارق أن الحديث المباشر كما نعلم الحقيقي يختلف من حيث الأصل، يعني الفتوى المباشرة تختلف من حيث الأثر والتفاعل عن الذي يبث عبر الأثير، يعني عبر القنوات الفضائية. فالمحاورة وإن كانت موجودة نوعا ما إلا أنها مختلفة، والمواجهة وجها لوجه لها تأثير على القبول والشعور بصدق الواقعة وهيبة الفتوى والعلم الشرعي أكثر من الاتصال مع القناة. أيضا أمد الحديث العادي أو زمن الحديث العادي الواقعي في الفتوى الطبيعية المباشرة غير مرتبط بشيء من حيث الوقت، ومن ثم فتكون القضية عند المستفتي واضحة، بخلاف الفتوى من خلال الاتصال الهاتفي مع القناة فإنها على الأقل لها تكاليف مالية محسوبة بالثانية، إلا إذا كان الاتصال دون مقابل وهذا قليل. إيجابيات الفتوى عبر الفضائيات لها إيجابيات ولها سلبيات، ومن الحق أن نتحدث عن الإيجابيات وكذلك عن السلبيات. وقبل أن نتحدث عن سلبيات الفتوى عبر الفضائيات يحسن بنا أن لا نغفل الفوائد والمصالح التي حققتها الفضائيات ببثها وتشجيعها على برامج الفتوى. ومن ذلك من الإيجابيات للفتوى الفضائية تبيين الحكم الشرعي في الواقعات والنوازل التي تواجه الناس، وهذه هي وظيفة الفتوى ابتداء. فالمتصل بالبرنامج التلفزيوني المباشر يقصد في الأعم الأغلب الحصول على الفتوى ليتعرف على الحكم الشرعي ويلتزم به. ثانيا من إيجابيات تلك الفتوى أيضا إشاعة الثقافة الفقهية الشرعية عن طريق بث السؤال والجواب، فالمستمع والمشاهد إن لم يكن صاحب السؤال أو أنه لا ينطبق عليه الاستفتاء إلا أنه قد استمع إلى الفتوى وعرف فحواها، وهذا ضرب من ضروب التعليم الشرعي الذي قامت عليه شريعة الإسلام، والمتمثل في قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. والأمر الأكثر أهمية في هذه الناحية أن الفتوى تصل إلى المرء في بيتها، والمقيم في الشرق أو الغرب في مكان إقامته، دون الانتقال إلى البلد أو الموقع الذي يكون فيه المفتي. ثالثا تعريف الناس بعلم الخلاف ومقارنة المذاهب بوجه عام، وذلك كما نعلم أن كثير من الناس بحكم عدم اتصالهم بمذاهب وتيارات مغايرة لما ألفوه وعدم انتشار مثل تلك المذاهب في عديد من المجتمعات تنقصهم معرفة المذاهب المنتشرة في بقاع العالم الإسلامي، ومن خلال الفتوى الفضائية يصل إليهم تلك التي تتعلق بثقافة الخلاف أو علم الخلاف. رابعا من إيجابيات الفتوى الفضائية أيضا تعريف جمهور الناس
المشاهد والمستمع بالعلماء والدعاء من مختلف البقاع، وذلك أن العالم أو المفتي الذي يقبع في بقعة من بقاع العالم الإسلامي ولا يعرفه إلا أهل تلك البقعة يسمع به ويشاهد وينتفع به عند الكثير من الناس. الآثار السلبية للفتوى عبر الفضائيات، لأنه يلاحظ للمتتبع لمسيرة الفتوى عبر الفضائيات أنها أدت إلى جملة من النتائج السلبية التي لم تكن معروفة قبل نزول نازلة الفضاء الإعلام المفتوح دون ضوابط وقيود. ومن أهم تلك الآثار السلبية: واحد، نشر الآراء الفقهية الشاذة والمهجورة لكثرة الفضائيات وكثيرا ما تبثه من مادة إعلامية، وذلك تبعا لكثرة المتصدرين للفتوى على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ومناهجهم في التعامل مع الوقائع والأسئلة الواردة إليهم. وإذا كان الرأي الشاذ مثيرا للجدل إذا صدر من معتقد له، فكيف به إذا كان ممن يتصيد الآراء الشاذة الغريبة حبا بالغرائب من الآراء ومحبة للشهرة في ضوء التنافس المحمول؟ قد لوحظ أحيانا أن بعض الفضائيات تبحث عمن يصرح برأي معارض للرأي السائد أو رأي جمهور العلماء. ثانيا، من آثار السلبية أو الآثار السلبية هدم أو ضعاف الوحدة المذهبية المنتشرة أو السائدة لدى بعض المجتمعات. ثالثا، تفريعا على النقطة السابقة، أدت الفتوى الفضائية إلى إثارة نوع من الشكوك وإلى نوع من خلخلة الثقة بفتاوى المفتي المحلي، وذلك أن المستفتي والمستقبل للفتوى يسمح فتاوى مخالفة لما سمعه ولما عرفه من مفتيه أو من مفتي بلدته، وهذا الأمر لا غرابة في حدوثه. أيضا أدت عملية تعدد الفتاوى بتعدد قنوات البث واختلافها إلى نشر فكرة التخيل بين الفتاوى لدى العوام من الناس. فالمستقبل للفتوى صغيرا كان أو كبيرا، رجلا أو امرأة، يسمع فتاوى مختلفة وسينظر بنفسه، ولا شك أن نظر الكثير من هؤلاء قاصر لا يستطيع أن يقف على السواء، ولكن وفقط بحسب ما يرتاح إليه دون منهج أو استدلال. خامسا، أدت الفتوى الفضائية غير المنضبطة إلى وضع علماء الشريعة والدعاة في كثير من الأحيان للأسف موضع للتندر والسخرية أحيانا بسبب الفتاوى الصادرة عنهم، وأصبحت الفتاوى أحيانا حديث المجالس لإشاعة الحكم الشرعي. الأسباب التي أدت إلى الخلل في الفتاوى الفضائية، ما هي الأسباب التي أدت إلى الخلل في الفتاوى الفضائية؟ هناك نجمل عدة أسباب سببت في ذلك. واحد، عدم اختيار المفتي المناسب للظهور على الفضائية لتولي عملية الإفتاء.
هذا الأمر يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية. واحد، إحجام العلماء المعتبرين والفقهاء الأثبات. اثنين، قد يكون هناك سياسة للقناة الفضائية في اختيار أشخاص ربما ليسوا على درجة كبيرة من الدراية بعلم الفقه. ثلاثة، تدخل بعض العلماء والدعاة في غير اختصاصهم. نريد في عجالة أن ننتقل إلى ضوابط الفتوى عبر الفضائيات. هناك ضوابط متعددة للفتوى عبر الفضائيات تتعلق مثلا بالمفتي. واحد، أن يكون من العلماء المتخصصين. يبقى لابد أن يكون المفتي في الفضائيات من العلماء المتخصصين في علوم الشريعة، المحققين لرتبة متقدمة تؤهل للفتوى العالمية. معرفة المذاهب الفقهية المختلفة المنتشرة، أيضا المعرفة بأحكام النوازل المعاصرة، أيضا الاطلاع على قرارات المجامع الفقهية، أيضا التزود بالمعرفة الثقافية المعاصرة. أيضا ينبغي أن يكون هناك من الضوابط ألا يكون المفتي من المعروفين بالتشدد أو التساهل في الفتوى أو ممن عرف عنهم الفتاوى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور محمد عبد الستار الإبالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على هذه الكلمة التي تحدثت عن الآثار السلبية والآثار الإيجابية للفتاوى الإلكترونية وضوابطها. ننتقل بالحديث وفي عجالة سريعة إلى فضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة بوزارة الأوقاف بالقاهرة، في 5 دقائق ليتحدث أيضا عن ضوابط الفتوى الإلكترونية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بداية أتوجه للمنصة الكريمة بكامل شكري وعظيم تقديري على ما قدم أستاذنا الجليل من ضوابط للفتوى الإلكترونية، ولسيادة الإعلام اللامع الدكتور حسن مدني، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. الفتوى عموما خطيرة أيما خطورة، لأنك تحل وتحرم، لأنك تجيز وتمنع، لأنك تقول هذا حلال وهذا حرام. لذلك ألف ابن القيم كتابا أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، كأنك توقع مكان الذات العلية، مكان الله جل وعلا، تقول له هذا حلال وهذا حرام. ولذلك لخطورة الفتوى الله جل وعلا في القرآن الكريم تولى الإفتاء. تخيلين معايا، الله جل وعلا قال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الله جل وعلا يقول يستفتونك قل الله يفتيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا نبي الله، إنا نركب البحر وليس معنا ماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ خد بالك الآية نزل في القرآن الكريم يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يا ترى ميت البحر طهور نتوضأ منها، أم أنها طاهر فقط لا نتوضأ منها؟ فالصحابة راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنا نركب البحر.
فوليس معنا إلا القليل من الماء، فنتوضأ من ماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند استفتاء المستفتي فقط، وهذا من عظمة المفتي أن يضيف للمستفتي ما يحتاج إليه في المستقبل. مش إن أنت تجاوب على سؤاله بس، هو بيسأل هنا هل الماء ده طاهر طهور ولا ليس بطهور. النبي عطله إجابتين يا جماعة، الإجابة الأولى أنه طهور، والإجابة الثانية أنه ميتته حلال. وهنا يقول الإنسان برور النبوة: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي الجليل سيحتاج إلى سؤال آخر، لأنه بيركب البحر هيسأل بعد شوية: يا ترى الميتة تحت البحر دي حلال ولا حرام؟ فأضافها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إجابته في تلك الفتوى. طيب أكتفي. ولضيق المقام وقصر الوقت أكتفي بهذا القدر، سائلا الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا نأتي وإياكم أيها الإخوة الكرام إلى ختام هذه الليلة المباركة من هذه الأمسية الثقافية التي قدمناها لكم من مسجد بلال بن رباح بمدينة المقطم بالقاهرة. وشكرا لفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، وشكرا لزملائي الكرام الدكتور سعيد عبد الرحمن ودكتور أسامة إسماعيل ودكتور عبد الرحمن عبد الفتاح وفضيلة الشيخ عبد الرحمن شلش، وشكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الإبالي أستاذ الفقه في جامعة الأزهر الشريف. على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله تعالى في أمسية تالية، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.